انت يا حبيبي بطل لكعه وشيل الشنطه دي، دخلها للست هانم جوه، وانت خد تعالى. انا مش قلت لك تطلع على جسر 2؟ يلا بسرعه المركب هتطلع، شهله شويه. يلا يا اخوانا. نهارك سعيد. نهارك سعيد يا ست هانم. بدي اعرف لو عايزه اطلع فرنسا على اول مركب من مين اعمل ايه؟ حضرتك معاكي تذكره؟ لا. في جواز سفر؟ كده محتاجين نطلع جواز سفر من قلم الجوازات. طيب هو جواز السفر ده بيتعمل باسمي وبيبقى عليه صورتي؟ مظبوط. بعد كده حضرتك هتطلعي على القنصليه عشان تخلصي التاشيره. التاشيره والباسبور يعني ممكن اسابيع ممكن شهور.